السلام عليكم للمرة الثانية. أنا وجدت واحد جلسة تأمل باش ما كيخرجوا ليش النقاط ننساهم ننساهم اللي خصني. كل شيء كان عندي في راسي كتبته هنايا، بصح حاجة ما كنخبي عليكم كتبته هنايا باش تخطي بيه كل شيء، ولكن راه من الخيال الواسع ومن التعليم اللي تعلمت وراكم مولفكم. أنا كندير لا ميديتاسيون، ما كاين حتى شي مشكل، غير هو ملي كيكون تنظيف المشاعر. كنت شحال هذه كنديرها بموسيقى، هذا حيت تنظيف شويه المشاعر، ما غنديرهاش بالموسيقى. نهار ندير لكم لا ميديتاسيون او كومون ديراج لا ميديتاسيون بوغ ابيزي، يعني تامل لراحه الجسد او للنوم او لشي حاجه. مره اخرى غتشوفوا معايا عده جلسات ان شاء الله. كنتمنى غير تشجعوني، واذا كان شي عندكم شي تعليق خليه لي في التعليق باش نشوف واش كاين شي حاجه ما عجبتكم شي حاجه. كل لي اذان صغيره وان شاء الله راه غادي نكون ان شاء الله على تواصل. سوف نتامل ان شاء الله. بسم الله الواسع. اختاروا مكان هادئ ومريح، مثلا فراش او اريكه. خذوا نفس عميق شهيق زفير. حسبوا 4 ديال المرات في الأنفس ديالكم. هذه الأول غنعيدوها المرة الثانية والثالثة. شهيق شهيق دائما كيكون عبر البطن، والزفير عبر الأنف. شهيق المرة الثالثة. لو بغيتو تقدروا، لو بغيتو كاع ديروا يديكم على البطن ديالكم من عند الزفير، تبركوا هنا مزيان باش كتخرج ديك المشاعر او النقاط السوداء او التوتر او ما شابه ذلك. نتنفس من البطن دائما. الزفير يكون بكل قوة. شهيق زفير شهيق. مرة ثانية. زفير. مرة ثالثة. شهيق زفير. عند الزفير تخلص من أي شعور سلبي، القلق، التوتر. خذوا نفس عميق دائما، تاخذوا بحال هكا. اذا كان عندكم توتر بزاف لداخل او شحنات ديروه راسلكم، اخرجوا كل المشاعر السوداء من داخلكم دائما مع الشهيق والزفير. أخرجوا التوتر، القلق، كل المشاعر السلبية، كل الأحاسيس التي تمنعكم بالشعور بالوفرة الآن. حسنا، استرخوا 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 أعزائي، من الرأس، الوجه، كتف، اليدين، الصدر. طبعا غادي تبقاو عينيكم مغمضتين، نسيت ما قلت لكمش في الاول باش تسمعوا غير الصوت ديالي. غمضوا عينيكم. البطن، الحوض، الساقين، الفخذين، الركبتين، القدمين. استرخاء تام. استرخوا. حافظوا حواجزكم أكثر فأكثر. فكروا في اسم الله الواسع وتخيلوا كل ما تريدونه.
يتحقق ويتوسع. الآن قل معي: اللهم إني أكرر وأختار أن أحفظ حواجزي لكي أستقبل كل التنظيفات بكل يسر وسهولة. ماذا إن الحقيقة المطلقة هي الخالق، ومن ضمن ذلك هي وجهة نظر، برمجة العقل الباطن، المعتقدات الخاطئة، ووجهة نظر الناس المحيطة به، والأفكار والأحكام التي تعيق خياراتي ونواياي. من التجلي الآن أسأل الله العظيم أن يدمرها وينسفها ويخليها بعدد لا يعلمه إلا الله من كل واقع وزمان ومكان وحياة وإلى الأبد. نعم، رددوا معي: نعم. كل وجهات الحياة التي أتحرك بها في الحياة من دون وعي مني أو الأناس الآخرين، كما يقال، دائما يكونوا الأعين ليكونوا مغمضتين، أن الحياة كما يقال أن الحياة صعبة وعسيرة، أن المرض موجود، المال قليل، كل هذا وأكثر. أسأل الله أن يدمرها وأن ينسفها من نقطة تكوينها إلى نقطة تدميرها إلى عدد لا يعلمه إلا الله. نعم، أردد معي: نعم. وأسمح لها بالرحيل من كل مكان وبعد وحياة ومكان وزمان ومنزل وبيت إلى الأبد. كل حدود، كل العراقل، كل مشقة، كل عائق، كل مشاكل التي وضعتها من أجل التغيير واستقبال حياة أفضل، وكل مرة أحاول خلق واقعي من خلال عقلي المبرمج والمحدود، عوض أن أكون في مكان أو في مكان الإدراك والوعي والسريان والوفرة، أسأل الله العظيم أن يدمرها وينسفها من نقطة تكوينها إلى نقطة تدميرها بعدد لا يعلمه إلا الله. وأسمح الآن من إلغائها من مكان وبعد وواقع وحياة وزمان ومنزل وبيت إلى الأبد. نعم، ردد: نعم، في داخلكم طبعا. الآن أقول من الداخل: أنا أسمح لكل المعيقات التي تعيقني، أسمح لها بالرحيل الآن. أنا أسمح باسم الله الواسع أن تتجلى في حياتي كل الوفرة والخير. تخيلوا أهدافكم، مثلا الثراء، الأعمال، الحصول على وظيفة، التشافي، وأسمح لهذه الأهداف أن تتوسع أضعاف وأضعاف ما كنتم تتوقعون. أعزائي، حين تصبحون أنتم أصحاب المشاريع، أنتم المسيرين لأموركم، اسمحوا باسم الله الواسع أن يجلي كل الوفرة التي تطلبونها في حياتكم بأن تتضاعف وتتكاثر أكثر شيئا فشيئا. خذوا وقتكم الكافي لتسمحوا لهذه المشاعر الوفرة باسم الله الواسع أن تكون موجودة في طاقتكم، في حياتكم. اسمحوا لطاقتكم أن تدخل في اسم الله الواسع، واسمحوا لأنفسكم أن تسبح في ملكوت اسم الله الواسع. أهدافكم تتوسع أكثر فأكثر، الأموال أضعافا أضعافا، وليس بذلك على الله عسير. شكرا يا الله على هذه الوفرة.
شكرا يا الله على هذا التوسع، شكرا يا الله. نحن نسمح باسمك الواسع أن يتجلى في حياتنا، في أعمالنا، في أهدافنا، في جميع حياتنا. شكرا لك يا الله على هذا العطاء الواسع لكل الامتنان يا الله. اللهم أزلي الحواجز بكل أمان. نعم، رددوا معي، نعم. أيها الكون، أرني السحر والمعجزات في تحقيق أهدافنا. ما هي الطاقة والمساح والمساحة والوعي التي يمكننا عليها اليوم ونجني منها المال اليوم؟ ما هي الطاقة والمساحة والوعي التي يمكن أن نكون أو نكونها والتي من شأنها أن تغير حياتنا كلها؟ ما هي الطاقة والمساحة والوعي التي يمكن أن نكونها والتي من شأنها أن تغير حياتنا في كل مكان، في كل زمان؟ ما هي الطاقة والمساحة التي يمكن أن نكونها أكثر وسعا مما كان عليه من قبل بسهولة ويسر؟ ما هي الطاقة والمساحة التي يمكن أن نكون عليها لندرك ونعرف ونكون ونستقبل؟ كل ما نرغب فيه، في كل ما نرغب في إدراكه ومعرفته ونكون عليه ونستقبله. هل تدمرون وتنسفون كل ما يمنعكم من الاستقبال؟ نعم، ردد نعم. كل الأفكار أو المعتقدات، كل الأحكام على نفسي وعلى الآخرين، وكل وجهة النظر، وكل البرمجيات التي تخدمني ولا تساهم لي بحياة أفضل، وكل وجهات النظر التي أتمسك بها والتي تجعلني أختار الصعوبات في الحياة وأتجنب اليسر والسهولة، أنا الآن أسأل الله الغفور أن ينسفها ويدمرها من نقطة تكوينها إلى نقطة تدميرها بعدد لا يعلمه إلا الله. نعم، قل نعم. أسمح أن أسحبها من كل بعد وقرب وكل مكان وزمان ومنزل إلى الأبد. ما هو الطاقة والوعي الذي أكون عليه أنا وجسدي لكي أكثر مالا ووفرة وأن أكون أنا مغناطيس للمال؟ ما هو الوعي والطاقة والسحر والمعجزات والألغاز والإمكانيات لا محدودة لي ولجسدي لكي أصبح أكثر جمالا، أكثر صحة، أكثر نشاط، أكثر بهجة وسرور الآن وإلى الأبد؟ وكل ما يمنعني ذلك أسمح الآن بإلغائه وسحبه وإزالته. معذرة إخواني، درس هذا بلوك نوت كنتظر. وكل ما يمنعني ذلك أسمح الآن بإلغائه وسحبه وإزالته من كل مكان وواقع وحياة وإلى الأبد. أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. كل ما يمنعني أن أكون بصلة من الله، مع الله، مع الرزاق، مع المعين، مع الشافي، مع الوهاب، مع الواسع، مع ذو الجلال والإكرام، أنا الآن أسمح بإلغائه وإزالته وسحبه وبعده من الحياة والمكان والزمان والكون إلى الأبد. نعم يا الله، ما تعويضك لي في الحياة يا الله؟ أسألك بنورك أن أسترجع طاقتي وحظي وبركاتي وشفائي بيسر وبهجة وسرور. أختار الآن أن أتحرر من الطاقات السلبية والتوتر والنظر والمعتقدات التي أخذتها من الآخرين وأسترجعها لأصلها الطبيعي الآن وإلى الأبد. شكرا لكم. كنت مع كوتش ناديا. كنت من يكون هذا أول لقاء أو أول جلسة لدرس معكم.
تكون عجبتكم وشعرتوا شوية بالراحة، لأن هذه عاوتاني بداية جديدة، كيكون شوية ديال التوتر. مرة أخرى إن شاء الله يكون اللايف وتكون الجلسة أحسن، وإلى اللقاء في أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حصة مقبلة إن شاء الله. أحبكم في الله أعزائي، يومكم سعيد وليلتكم سعيدة، ودائما الأمل في الحياة والطاقة والوعي والإدراك باستقبال يوم جميل وأفضل.